ayer. No me preguntes cuál fue. Te miro y caigo otra vez. Yo ya no sé qué haré. Daría todo y más para tus labios besar. En mi camino estás y ya no sé qué haré. Tú vas pasando, caigo delirando. Digo preguntando, ¿dónde crees que paso, baby? Hey, te conozco. Y aunque no hables, si tengo suerte, quizás me llames. Es tan difícil. Y aunque reclames, si tengo suerte, quizás me llames. Hey, te conozco. Y aunque no hables, si tengo suerte, quizás me llames. Si este día oh, es por la tarde, si tengo suerte, quizás me llames. Plaza Mayor. بلازا مايور يا جماعه دي ساحه كبيره وقديمه موجوده في وسط مدريد. الساحه ديت نفسي ان انتم لو في فرصه تيجوا تزوروها. ساحه كبيره وممتده، وكانت في الازمان السابقه كان بينفذ فيها حكم الاعدام، بعد كده اتحولت لساحه لمصارعه الثيران، وبعد كده دلوقتي هي بيستعملوها او بيستخدموها للمعارض والاحتفالات والمهرجانات التي تخص اسبانيا ومدريد طول السنه. Quiero, sí. Te quiero, no, no. Quizás mañana sé si eres mi amor. Te quiero, sí. بلازا مايور مكان للسياح بيرتدوه، مطاعم، مقاهي، في بعض الفنانين الرسامين بييجوا يرسموا اللوحات وبيستوحوا افكار وابداعات من هنا، بيرسموا بعض السياح وبمقابل وتبقى حاجه كويسه للذكرى. اللي ورايا دوت تمثال الملك فيليب الثالث وهو يركب على حصانه. الساحة دي يا جماعة اتبنت سنة 1617 وحواليها حوالي 334 يمكن بلكونة على 136 منزل حوالين الساحة. كانوا الناس دي بتطلع تتفرج على تنفيذ حكم الإعدام أو على مصارعة التيران أو على أي حاجة، أي أحداث هامة في الأزمان السابقة. دلوقتي طبعا هي معمولة للسياح ومعمولة للمهرجانات ومعمولة للاحتفالات. طبعا بقى زي ما انتم شايفين بقى كده الناس اللي بتقلد الميمي وميكي والحاجات ديت، ممكن الاطفال يجوا يلعبوا. ساحه امنه وجميله وفيها مطاعم وفيها كافيتريات وفيها حاجات السوق، برضو فيها اسواق وفيها شوبينج سنتر كبير، وكلها متفرعه من وسط مدريد. يعني انت ممكن تتمشى وتروح وتلف وتاخد الباص من هنا، برضو في باص اللي بيلف مدريد كلها اللي هو بودورين السياحي، بيلف وبتشوف كل حاجه. منطقة السوق الجميلة اللي في وسط البلد بتاعة مدريد، سوق في ميدان أو في ساحة. السوق دوت فيه كل أنواع الأكل والشرب والحلويات وكل حاجة، قدروا يفتحوا بيها أبواب رزق. يعني إحنا لو كل حي أو كل منطقة بيعمل مربع كده ونضيف وشيك ومتغطي وحلو، وفي عبارة عن أقسام كده لكل أنواع الأكل والشرب، لو قدرنا نعمل كده في كل منطقة في كل حي نفتح بيها أبواب رزق لأهل أهل الحي وأهل المنطقة وشباب الحي، نعمل عربية صغيرة يبيع فيها جميع أنواع، اللي بيبيع آيس كريم، اللي بيبيع حلويات، اللي بيبيع مخبوزات، اللي بيبيع أكل، اللي بيبيع سمك، اللي بيبيع حاجات كتير جدا.
يعني سوق في وسط مدينة مدريد، عبارة عن سقف خشب أو حاجة كده وحديد، تلاقي شوكولاتات، هتلاقي حاجات ساعة، سندوتشات، أكل، شرب، حاجات كتير جدا أنت ممكن تشوفها وتاكلها وتشتري وتعمل سوق جميل نقدر إن احنا نستمتع بيه. بوقت حبيت أصوره وأوريكم الأسواق ده في وسط الميدان كده، عمل السوق، الناس بتشتري وبتتجمع جوه فيه. نفسنا ان احنا نشوف في كل حي وكل منطقه سوق زي كده موجود في كل انواع الاكل والشرب، ونخلق حركه كويسه وبيع، وهي محلات صغيره مش محلات كبيره وعجيبه يعني وتكلفه وكده، كلها محلات صغيره نقدر ان احنا نفتح بيها ابواب رزق، بس المهم تكون نظيفه وبتبيع بضاعه كويسه وبتخدم المستهلك. يعني هنا في انواع السمك، هنا انواع حلويات، انواع مخبوزات. قلب مدريد او وسط مدريد، ركبت الاتوبيس اللي هو اتوبيس سياحي، تدفع تذكره يمكن في حدود 12 يورو، بتعمل لفه كبيره حوالين مدريد كلها القديمه. في ميزه هنا بقى بالنسبه للاتوبيسات دي، الاتوبيسات دي ممكن ان انت في حاجه بتلف على مدريد التاريخيه او المباني القديمه كلها اللي في مدريد، في اتوبيس تاني بيوريك مدريد المودرن، وفي اتوبيس ثالث يوريك معالم اخرى العلميه والثقافيه والحاجات والاجتماعيه، حاجات كتيره في مدريد. يعني الاتوبيس ده ممكن ان انت بتبدل، هو في نمره واحد، نمره اثنين، نمره ثلاثه، اي واحد فيهم بتركبه بنفس التذكره بتبدل، مفيش مشكلة خالص، ممكن تنزل تزور المكان اللي انت عايزه، ترجع للأتوبيس تاني كمل رحلتك. Perteneciste a una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos fuiste polvo, polvo, eres piensa que el hierro siempre al calor es blando. أسعار في أسبانيا تعتبر بالنسبة مقارنة ببلاد كتير قوي في أوروبا تعتبر أسعارها معقولة. يعني أسبانيا بتشجع مش بس السياحة الغنية، لكن بتشجع السياحة الطلبة والشباب والحاجات دي، لأنها ده بيحصل نوع من التبادل الثقافي والحضاري اللي موجود بين أسبانيا وبين أوروبا، لأن أسبانيا ومدريد بتعتبر مركز ثقافي وحضاري كبير قوي، بلد كبيرة، تجارة، صناعة، طبعا بتصنع عربيات، بتصنع معدات، كمان يمكن بينافسوا الأسواق الإيطالية في الموضة، بينافسوا الأسواق الإيطالية والمصممين الأزياء الإيطاليين. أنا مبسوط جدا إن النهارده وأنا في مدريد ويوم جميل كده موجود، في الجو جميل والشمس طالعة، حاسس إن أنا موجود في الأقصر أو في بلدنا في مصر. لما أجي وألاقي آثارنا المصرية الفرعونية موجودة في قلب مدريد، تبعد عن ساحة أسبانيا الشهيرة جدا 200 متر أو 150 متر، معبد فرعوني موجود كل العالم بيجي يتفرج عليه هنا. المعبد الفرعوني دوت تاريخه بيرجع للملك توت عنخ آمون، يمكن القرن الثاني قبل الميلاد، يعني ده الآثار اللي موجودة هنا موثقة ومعروف تاريخها.
يمكن دي من أوائل الحاجات اللي معروف تاريخها في مدريد، من أقدم الآثار اللي مؤرخة وموجود تاريخها على جدرانها وتاريخها في مدريد. هي تاريخ، هي شاهد على التاريخ، هي سجل أو دفتر، سجل أو سجلات للتاريخ بتاعنا والحضارة بتاعتنا والعلم بتاعنا وكل ما هو، سواء طب، فلك، علوم، فضاء، كل ده موجود في المعابد الموجودة الفرعونية. هما ما كانوش بيعملوا الحاجات دي كده يعني عندهم وقت فراغ ولا زهقانين ولا كده بيعملوا ده، كانوا بيسجلوا التاريخ. في شعوب كتير جدا من وحضارات كتير جدا كانت في العالم وما قدرتش توثق تاريخها ولا توثق حضارتها، عندها اثار وعندها حاجات بس غير موثقه وما قدرتش تشرح التاريخ بتاعها على معابدها او على اثارها، وبالتالي ما كانش ليهم تاريخ وما كانش ليهم اي نوع من انواع المعرفه. لكن الفراعنه او التاريخ الفرعوني قدر انه يسجل نفسه وقدر ان هو يوثق كل تاريخه وكل علومه وكل حضارته على جدران المعابد. المعابد ما اتعملتش هباء كده وخلاص، ده احنا اتعلمنا نظريات هندسيه وعلميه كتير جدا، والعالم كله قدر يوصل لكل الحاجات العلميه في جميع انواع العلوم من الحضاره القديمه الفرعونيه. ده ان دل على شيء يدل على أهمية الآثار وأهمية التاريخ الفرعوني المصري القديم. احنا بنقول المعبد ده جه كانت أهدته الحكومة المصرية لأسبانيا نتيجة أن أسبانيا ساهمت جامد جدا يا جماعة في الحفاظ على الآثار المصرية اللي كانت موجودة في أسوان من الغرق ومن ارتفاع منسوب النيل، كان أثر على كل الآثار وكل تاريخ مصر القديم. أسبانيا ساهمت في إنقاذ كل دوت، وبالتالي إحنا أهدنا لها هذا المعبد الصغير أو الآثار الفرعونية اللي موجودة هنا، شاهدة على تاريخ وعظمة مصر. أنتوا مصريين لازم نفتخر بمصريتنا، لازم نفتخر بتاريخنا، لازم نفتخر. كل مصري النهاردة كان ليه تأثير في أي حضارة من حضارات العالم. مصريين أثروا وأثروا الحياة سواء العلمية أو الثقافية أو الأدبية أو كل أنواع العلوم والمعرفة. المصريين هتلاقوا أن وراها مصري أثر في تاريخها. إحنا عايزين دايما لو في معارض وأثار مصرية وقبطية وإسلامية ونقدر نعمل بيها معارض على مستوى العالم، ياريت نقدر ونشتغل ونعمل، لأن دي حاجة جميلة وبتشجع كل اللي بيجي يزور المعبد ده، يمكن بيتشجع ان يجي يزور مصر، يجي يزور مصر ويشوف حضاره مصر ويشوف بقى كل الاثار وكل التاريخ المصري على طبيعته وعلى حقيقته. انا متصور وحاسس ان انا في الاقصر، حاسس ان انا في مصر، حاسس ان انا في بلدي، وانا مفتخر ان انا مصري وموجود في اسبانيا وموجود في مدريد. شارع جران فيا، جران فيا ده يا جماعه اكبر شارع في مدريد، اسمه الشارع العظيم. الشارع ده اتبنى سنه 1929، ده تقريبا اكبر شارع في مدريد ورابط بين ساحه اسبانيا وساحه الكالا
او القلعة بالعربي. الشارع ده كله محلات زي ما انتم شايفين، فنادق، مطاعم. زي ما انتم شايفين مدريد بتعم بالحركة والتجارة والسياحة والاقتصاد. الحركة ماشية، المرور قوي جدا، في حزم جامد جدا في المرور هنا. الناس ماشية على الرصيف، الناس بتتحرك في أماكن العبور المشاة، في حركة اتوبيسات، حركة سكة حديد على أعلى مستوى. كل شارع، في كل حارة، في كل منطقة بتلاقي تواجد أمني غير عادي، لأن في طبعا هنا مراكز اقتصادية عالية جدا. أكبر ثلاث شركات على مستوى العالم المقر الرئيسي بتاعها موجود في مدريد. أنا دلوقتي بكلمكم من قدام نادي ريال مدريد، النادي الشهير بتاع ريال مدريد اللي موجود في مدريد، الخصم العنيد بتاع فريق نادي برشلونة اللي موجود في برشلونة. نادي ريال مدريد ده من أكبر نوادي العالم، وفي لعيبة يا جماعة بمليارات، تساوي النادي ده بيساوي لعيبة فيهم بيساوي مليارات. الكرة مش مجرد كرة قدم وخلاص، الكرة دي صناعة كبيرة جدا، مصانع للملابس الرياضية، للشوزات، لوسائل الدعاية، الاستادات، الطيارات، المسابقات، كل دي حركة سياحية وحركة اقتصادية وتجارية غير عادية، بتجيب للدولة دخل رهيب. اتبنى سنة 1947 وبيتسع حوالي 80,000 كرسي. ما زلت في الملعب بتاع ريال مدريد او النادي الملكي اللي في مدريد، وديكم شايفين الملعب قد ايه جميل وبديع، وانا صورته الملعب ورايا اهو على بعد مترين يمكن. قد ايه الاهتمام بالرياضه وبالجو الجميل اللي احنا عايشينه. يا ريت كل النوادي عندنا تاخد هذا التقليد وتعمل زيارات للمصريين وللعرب وللاجانب، يحطوا كل تاريخهم في النادي. النادي ده من 1947 زي ما انتم شايفين،
بتحط كل ورقة اتكتبت في جورنان أو في كتاب أو في خبر أو في حاجة، لأن ده تاريخ بيبنوا تاريخهم، والتاريخ هو اللي ملوش تاريخ وملوش ماضي ملوش حاضر ولا مستقبل. الكرة دي يا جماعة بتعمل شغل قد ايه، وبتعمل حركة لأسبانيا، وبتعمل حركة لكل فريق كرة مشهور او بيلعب، هو بيجيب وبيشتري لعيبة بمليارات وملايين اليورو وملايين الدولارات، ويأسس نادي ويأسس لعيبة عشان خاطر يعمل سياحة ويعمل شغل ويعمل ويخلق حركة. بكلمكم من الملعب من تحت خالص، وفي الحته اللي هي بتاعت اللعيبه اللي بيقعدوا فيها، وشوفوا قد ايه الملعب جميل وقد ايه الناس بتنزل وبتعمل تور وبتتفرج. انا حبيت اصور وانقل لكم ان ده بيعمل بيخلق روح حلوه للرياضه، وبيخلق للشباب روح ان هم بييجوا بيتفرجوا بيصوروا بيشجعوا وبيلعبوا، قد ايه الرياضه مهمه في البلاد ديت. Stadt und jeder Winkel, jeder Platz ist voll Inspiration.